يا قارئ القرآن قد وفاك من زمرة الإتقان ما أغناك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتابع سلسلة تحبير الأداء، وكنا قد ابتدأنا في حروف اللسان ومع حرف القاف، واليوم إن شاء الله نشرع في حرف جديد وهو حرف الكاف. وهذه السلسلة يعني نأتي فيها على طريقة أئمتنا، فإنهم كانوا يأخذون الحروف حرفا حرفا، ونجد هذا في الرعاية، ونجده في التحديد، ونجده في النشر وفي غير ذلك من مصنفات أئمتنا. يعتنون بتجويد الحرف مفردا، ثم بعد ذلك يأتون به في التركيب. حرف الكاف هو يعني أخو القاف لكنه دونها، ما قال أقصى اللسان فوق اللي هو القاف، ثم الكاف أسفل يعني دونها، يعني أقرب إلى مقدم الفم. والغالب في الخطأ يكون عند القراء في القاف، تتقاصر عن مخرجها. أما الكاف فغالبية القراء يقرؤونها يعني من مخرجها، لكن هناك بعض التنبيهات التي يحتاج إليها في لفظها. إظهار شدتها وهمسها، والشدة تكون في بداية النطق بالكاف ثم بعد ذلك الهمس، والهمس يكون معتدلاً. نقول ولذك، هذه الحبسة، أك، يك، هذه الحبسة، هذه الأولى، هذه الشدة، انحباس الصوت. ولذكر الله أكبر، أك، الأول نحبس ثم بعد ذلك نطلق الصوت بالهمس، ويكون الهمس يكون معتدلا. ولذكر الله أكبر، يكفرون. أما يك أو ولا ذك أك، هذا خطأ، هذه مبالغة لا تنبغي، أو كتم الهمس تماما ولا يخرج أي همس، هذا أيضا خطأ. ليقول ولا ذكر الله أكبر أك هكذا أكبر بدون همس، أو يكفرون بدون همس، هذا خطأ. لا بد من الشدة ثم الهمس وباعتدال. زيادة العناية ببيانها قبل القاف، لأن القاف أختها. أهكذا عرشك قالت، عرشك قالت عندك قل. لا بد أن يميز هذا عن هذا. عدم المبالغة في ترقيقها حتى تصير كالممالة، وهذا سنؤكد عليه أكثر عند الكلام على الحركات. كفروا كانوا باعتدال. والحذر من تفخيمها إذا أتى بعدها حرف استعلاء أو حرف تفخيم، كطي، مش قا، قطي، ك، كطي، وليست ك، 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 فتحة معتدلة، كطي، كافورا. وهذا آخر ما يتعلق بهذا الحرف، وننتقل بعده إلى حروف وسط اللسان. فإلى لقاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.